يعني كما قلت سابقا أن الأمطار الأخيرة هي أمطار يستفاد منها كثير قطاع الفلاحة، لأن رانا في شهور تاع البذور الأحمر. السدود سجلت حوالي 500 مليون على المستوى الوطني كمدخول، لكن لازم نعرفوا بلي سنة 2020 عرفنا انخفاض، يعني لحقنا أقصى نيفو لو بلو با فيما يخص المخزون الوطني، وين سجلنا أقل من 32% كمنسوب وطني، والحمد لله اليوم رانا ارتفع إلى 42%. والأمطار هي مستمرة حسب الأنباء وحسب الأحوال الجوية، وإن شاء الله في المستقبل حيكونوا أمطار إضافية، لكن إحنا كعملية استباقية إحنا في افتراض ما يكونوش أمطار في المستقبل في الشهور اللي نستناو فيهم يجيبوا كمية كبيرة. عندنا حوالي 18 ولاية يتعرف النقص ويتعرف شحن فيما يخص المخزون الوطني، وهذه 18 ولاية استناها برنامج استعدادي على مثال العاصمة باش نعوضوا هذه الكميات خصوصا فيما يخص منسوب السدود بمياه جوفية. وهناك مشاريع اللي انطلقت في الميدان، نقول لاحظت اليوم في العاصمة أن هناك 71 بئر راح يعوضوا الشح الافتراضي اللي ممكن يكون في المستقبل.